Barakallahu feek, Sheikh. Hal ala du'at al-gharbiya ad-da'wa ila tawheed wa sunna wa hil al-mashakil al-ladhina fi mujtami'atihim? لا شك، والله هذا هو الواجب عليهم. نعم. تعليم التوحيد، تعليم السنة، وتعليم منهج السلف الصالح، وإذا أخطأ المخطئ يبينون خطأه إذا كان يعرفونه بالحكمة والتي أحسن، وإذا كان يجهلهم الأمر هل هذا خطأ أو صواب يردون العلم إلى أهل العلم من أجل أن يبينوا له. نعم.